إنك تعيش تحت الأضواء يعني ما فيك إلا تكون مرتبط بخيال الناس والصورة اللي راسمين عنك. فرح دائم، أناقة متكاملة، سعيد، حياتك حلوة. إنك تعيش تحت الأضواء يعني ما فيك تكون حر. أسرارك مخباية جوات قلبك ودموعك ما فيك تبينها، لأن الكل رح يحكي بضعفك. تجاربك المؤسفة بتحاول تجملها لحتى ما حدا يمسكك من إيدك اللي بتجعك. يعني باختصار، مضطر غالباً تمثل الصورة اللي بدها إياها الناس. بس اليوم رح نكسر كل الحواجز، وبلحظة صفا رح نقعد مع ذاتنا، ورح نرجع لطفولتنا وشقاوتنا ومراهقتنا وعفويتنا، ورح نلتقي مع أرواحنا ونحكي حكايات ونجاوب على أسئلة كتيرة من دون رتوش ولا تزييف. رح نكون صادقين، صافين وطبيعيين بعيداً عن الأضواء. لمرة حنكون مثل ما منحب، الوجع ما رح نخجل منه، والغصة رح نطلعها، والضحكة حتكون نابعة من القلب، والكلام حيكون حقيقي. اليوم مع نغم وشوية حكي حنبوح بعفويتنا، ورح ننسى مين منكون، وحنتجرد من قانون الشهرة ونخبيه شوي. مع نغم وشوية حكي، معي أنا يحيى جام، الحدودة أحلى. صباح الخير، أنا اسمي جانين مونبيدرو فغالي. طبعاً الاسم غريب الشكل، ما تستغربوا كتير، بتعيطوا لي الصبح برد عليكم بالليل. بس لأنه بي إسبانيولي وأمي لبنانية، وأمي بتكون اختل الأسطورة صباح. أنا أمي أصغر وحدة بالإخوات، وهني سموني جانين مخصوص تيقولوا لي جانو، لأنه الصبوحة بالبيت بيقولوا لها جانو، فكانوا بدهم يسموني اسم هيك تيعيطوا لي مثلها. نحن تربينا طفولة كتير حلوة، بي وأمي تركوا بعضهم لما أمي كانت حبل فيي، وخالتي سعاد جوزة مات لما بنتها كان عمرها 6 أشهر، بنتها ليلى. أنا بيني وبين ليلى 40 يوم بس، فالصبوحة كانت بمثابة بي إلون وبي إلنا، واهتمت فينا منه نحن صغار كتير، فما حسينا إنه الأب مش موجود معنا. أنا أولاً أمي كانت دايماً تحببني ببيي وتقلي بيبعت لك هدايا وهو عم بيشتغل كرمالك، وتخلي وحدة صاحبتها تكتب لي مكتيب تفتكر أنا إنه هني إنه من بيي، وتبعت لي وتجيب لي هدايا تقلي هو بيك بعت لك يوم. فطول عمري حبته، من يعني من أول ما وعيت على الدنيا وأنا بحبه لبيي. ما عندهم بالعيلة، عنا ما عندهم الكره، ما مش موجود بقاموسنا عموما، يعني ما بنعرف نكره، مسامحين مسالمين، ما بنحب الخناق، ما بنحب القال والقيل، يعني كتير ما بعرف. يعني أنا علموني على الرحمة، على الإنسانية، على حب الحياة، على حب الحيوانات، على حب الزهور، فهيك ربوني وهيك أنا بحب، وهيك بحب الناس اللي بتعرفني تكون كمان هيك بمخها مثلي. ما بطيق العنف ولا اللفظي ولا العنف عموما، ما بطيق الحروب، ما بطيق شيء، يعني بحب السلام، فهيك تربينا. المهم السبوحة نحن كنا ساكنين ببنايه معها، نحن شقة أنا وأمي وخالتي سعاد بشقة تانية، بس كنا أغلب الوقت قاعدين مع بعض. والسبوحة إذا موجودة بالبلد لازم 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 نتغدى مع بعض، ولما تسافر تاخد أو أمي نجاة اللي هي أصغر وحدة أو خالتي سعاد، والتاني تضل معنا نحن الصغار. وكنا دايماً السبوحة كان عندها مثل تليفون موصول بتليفون أمي، فنعرف أنه وعيت دقلنا، نعرف أنه وعيت، نركض ركض أنا ولولو ليلى يعني بنت خالتي، نفوت للقهوة نقعد ننط بالأوضة. هي كانت تحرص دايماً أنه تنام 8 ساعات، تقول الفنان تيكون شكله منيح وصوته حلو يريح، لازم يريح حاله. نامت 2 الفجر، نامت 1، نامت 3، لازم تنام 8 ساعات. المهم كنا كتير دايما نحتفل حتى بالأعياد، كانت تحب إنه نزين لها الشجرة تبع مدخل البناية تبعيتها تكون لونها أبيض، سبحان الله أبيض مثل قلبها، ونحتفل بأعياد الميلاد معها. يعني حتى إذا هي مسافرة عندها حفلة حدا منا نحن لازم يكون معها، ما تحب إنه العيد تبقى بعيدة. ولو أعياد ميلادنا منا موجودة تجي مخصوص إن شاء الله نهار تتعيد معنا عيد ميلادنا وترجع تسافر، ما تحب تكون يعني حتى بصور عائلتي أنا دايما هي موجودة بعيد ميلادي، ما تركتني ولا سنة. لما صار يعني هي حبت تفوتنا على أحسن مدارس، فوتتنا على مدرسة الحكمة لسجاس بلبنان، ولوليها ما كنا تعلمنا أحسن عليهم، كنا تعلمنا عليهم عادي. وكانوا لما يجوا أهل أصحابي ياخدوا أولادهم من عيد ميلادي يجوا مخصوص تيشوفوا السبوحة.
سبوحة السبوحة وينطروها تحت وياخدوا منها أوتوغرافات، وهي حبوبة مثل دايما مثل ما بتعرفوا. أهلا بها تطلي أهلا، أهلا بها العين الكحلة، أهلا بها تطلي أهلا، أهلا بها العين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، أهلا ورودك أهلا، طلت عخدودك أهلا، أهلا ورودك أهلا، طلت عخدودك أهلا، يا حبيب كرمالي وجودك حبيت الدنيا وأهلا، يا حبيب كرمالي وجودك حبيت الدنيا وأهلا، أهلا بها تطلي أهلا، أهلا بها العين الكحلة، أهلا بها تطلي أهلا، أهلا بها العين الكحلة، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا، ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا. بسبب حرب لبنان طبعا اضطرينا نروح، هربنا بالأول على سوريا قعدنا 6 شهور، وبعدين رحنا على الأردن كمان 6 شهور. سبوحة ضلت بين سوريا والأردن، ونحنا صرنا نروح ونجي، أماتنا يروحوا يجوا وتركونا، يعني ضلينا بلبنان، رجعنا اضطرينا نرجع على لبنان. كانت الحالة كتير 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 صعبة بلبنان، وأمي اضطرت تسافر مع سبوحة على مصر، كان عندها حفلة، وانا من النوع كتير جبانه اصلا، وضليت مع خالتي سعاد وليلى بنت خالتي بلبنان، وضرب وانابل، الله لا يجرب حدا الحروب، الله لا يجرب حدا، ان شاء الله سلام يا رب العالم كله. فالمهم فضليت شهر مش شايفه امي، والخطوط مقطوعه، خطوط التليفون، فرح جن بدي اشوف امي انا. طيب المهم كل يوم اقعد زن وعن وابكي وفحش ومدري شو، بدي اروح اشوف امي. ما فينا نمرق، بتعرفوا اجت وقت فتره للاسف طائفيه مزعومه انعملت بلبنان، انه المسلم بيقتل المسيحي، المسيحي بيقتل المسلم، مدري شنن. فتاي هربوني بس بباسبوري انا رايحه، حطوني بعربيه 4x4 بشنطه العربيه، وقالوا لي ما بتتنفسي من هون لنوصل على المطار، اللي سايق مسلم وانا مسيحيه. اول حاجز وقف مسلمين، خبط له على الصندوق، قال له معك حدا؟ قال له لا. معك شيء؟ قال له سوري. قال له لا. وانا شو نفسي مقطوع، وين لو وصلت على المطار؟ وصلت ما عندي حجز ولا شيء، رايحه بس بباسبوري، يعني لان باسبوري اسباني فما بحتاج بيأز لك المطار. فالمهم فوصلت على هيدا، قلت لها بدي اسافر على مصر وكذا، قالت لي ما في رحله لمصر غير لبكره الصبح. قلت بنطر، ضليت قاعده بالمطار لاجا موعد الطياره، وصلت على مصر. أنا بوقتها كان عمري يمكن شي 15، يعني بعد ما كنت كملت 16 سنة. فوصلت أنا عارفة إنه هن بأوتيل شيراتون القاهرة. وصلت قلت له نجاة موجودة، سبوحة موجودة، قال لي لا ظهروا. بس هيدا المفتاح، أمي كانت دايما تقول إذا إجت بنتي عطوها هيدا المفتاح تقبرني، كانت حاسة يا حرام إنه أنا ممكن أهرب وإجي. ومقطوعين الخطوط، ما في اتصال بيناتنا. فالمهم اخذت المفتاح وطلعت على، غيرت لبسي وتحممت ومدري شو، ونزلت قعدت باللوبي انطرن شوي. لقيت امي كان عندها مشي هيك اسم الله مثل الطاووس هيك، تمشي رافع راسها هيك دائما الا طلي غير شكل. ففاتت، انا اول ما شفتها قلت لها ماما ايه ما فيكم تتصوروا، هجمت علي وصارت تبوسني ونبكي، العالم يتفرج علينا باللوبي طبعا ما حدا فاهم شيء، بس كان كتير مؤثر. قالت لي خالتك عند الكوافير، تعي نروح نعمل لها مفاجأة. أخدتني طنطي قامت شعرها مبلول، نطت صارت تبكي كمان، وهي بنت أختي، وهي بنت أختي وجاية من لبنان وكذا وكذا. المهم صاروا كل يوم يمشوروني ويفرجوني الدنيا ويخبروني أخبار ويضحكوني يطلعوني من المود تبع الحرب وهيك. عشت فترة يعني كتير، نحنا عائلة ما بعرف يعني إذا رح، نحنا مسالمين يعني، فدايما كان عندنا امل انه بكره رح يصير احلى، يعني لبنان رح يرجع، ونشكر الله رجع ورح يرجع احلى من الاول كمان. بعدين لما صار عمري 16 وشوي انا حبيت اشتغل. يقولوا لي امي وخالتي لك شو ناقصك؟ قلت لهم انا بحب اشتغل، طول عمري انا بحب المدرسه وبحب اشتغل. فالمهم ما قلت لسبوحه انه انا قريت اعلان بالجرنال وقريت انه في بدهم موظفين بالشيراتون نفسه، بالفرونت اوفيس، فرونت اوفيس كاشير. فالمهم هي نازله بالاوتيل، رحت رايحه مقدمه، قبلوني مشان اللغات وهيك، لان بحكي اسبانيولي انجليزي ايطالياني فرنساوي وانجليزي.
فقبلوني مشان لغات. وفجأة جاي هي مثل شو بدها تاخذ مفتاح، مثل شو بدها تعمل، لقيتني بوجه، قالت لي لك شو عم تعملي هون، ممنوع لازم تطلعي من برا، انت جاست. قلت لها ايه جاست، انا عم بشتغل هون. خوتي تجنت وصاروا يبكوا، هي امي انت شو ناقصك وما ناقصك. قلت له انا مبسوطه هيك. بعدين السبوحه قدرت كثير انه انا اشتغلت شوي. طبعا انا من معاشي ما في يجيبوا لا عربيه ولا في يجيب شيء. لما صار عمري 18 سنه قالت لي جاي على بالك عربيه؟ قلت لها ايه. قالت لي رح جيب لك العربيه اللي انت بدك اياها. هي زقوا عقليتي، كان عيد ميلادي، اول عربيه جبت لي اياها السبوحه. قلت لها طب ليه ما بتجيبي لي سكند هاند بما انه اول مره بسوق؟ قالت لي انا بنت اختي بدها تسوق سكند هاند؟ ابدا، انت لازم تاخدي العربيه اللي انت بدك اياها. وهيك كان نزلنا اخترنا العربيه. طبعا بالاجانس تبع العربيات العالم مخوتنين. ايه، واشتريت لي العربيه حياتي. وبعدين بعد شي شهر هيك شي صفتها انا قدام كنا خلص نقلنا اخذنا بيت انا وامي، صفتها انا قدام البيت واذ بيجي بس العربيه كلها من باب لباب خلي لي اياها صف، وباب واحد بدل بابين. يي صرت ابكي وحكيت مع طنطي، قلت لها خبطوا لي العربيه، قلت لي حياتي طيب تتصلح العربيه؟ قلت لها بس ما راح تكون مثل الجديده. وانا ابكي وهي تبكي معي، مع انه شيء يعني تقلي لك يا بنتي شيء له تصليح منيح ما كنت جوات العربيه. الو الو بيروت من فضلك يا عيني، حطيني بيروت عجل بالخط شوي. الو 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 بيروت من فضلك يا عيني، حطيني بيروت عجل بالخط شوي. الو 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 بيروت من فضلك يا عيني، طيني بيروت عجل بالخط شوي. بعدين تعرفت على جوزي، كنا صغار انا وياه وكلهم حبوه كثير بالعائله. نحن ما عندنا قصه مسلم ومسيحي، انا جوزي مسلم وانا مسيحيه، وبنحترم كثير دين بعض. يعني انا بحب كثير برمضان بصراحه بشرب قهوه الصبح، بس بضل طول النهار صايمه تافطر معه. حتى واحنا نحن سكننا 25 سنه باسبانيا، كنت ضل طول النهار ما ياكل شيء تا ساعة الفطار يكون ما يفطر لحاله، لانه هونيك نحن بغربه وما في حدا بده ياكل لحاله.
فتعودت على هيك. وبعدين بس حي اشرب مي او هيدا اذا بمطرح عام مثلا، بنكون مثلا بشي مطرح في مسيحي وفي مسلمين وفي مش صايمين، ما بقدر ما يعني ما في اشرب نقطه مي، بحسها انها قلة احترام. فالمهم خلص يعني بدنا نتجوز وهيك، ما حدا عارض ولا من عائلته ولا من عائلتي، عائلته بجننوا كتير كتير، حبوني من أول لحظة الله يرحمهم، وعرفوا يربوا أحمد وإخواته والله يرحمهم، اشتقت لهم كتير. فالمهم صار وقت العرس وهيك، وقررنا أحمد كان جاي شغل إنه يسافر على سويسرا أو فرنسا، فقال لي لا شو رأيك نروح على إسبانيا وهيك أنت كمان تتقربي شوي من بيك، لأن أنا بيي ما عشت معه أبدا، هو بإسبانيا ونحن بلبنان بين لبنان ومصر وهيك. فقلت له أوكي، فقررنا هالمغامرة، تجوزنا، وبعد 3 أيام سافرنا على إسبانيا. يوم عرسي صبوحة قبلها بشي شهرين هيك شي تقلي ليكي جانو، ليه ما بتلبسي أنت فستان أحمر يوم العرس؟ قلت لها أنا بدي ألبس فستان أحمر؟ لو كان مش بدك ياني اطلع قبل ما اتجوز؟ قلت لي لا، لان انت بنت اختها لصباح لازم تكوني مميزه. قلت لها مميزه رح يقولوا علي خوته، انت لو لبستي هيك ما عليه، بس انا على اي اساس؟ قلت لها ابدا ما في. طب تقول لي طب فرجيني فستانك. قلت لها لا سيربريز. قلت لي ايه يا عيب الشوم عليكي فرجيني. قلت لها لا، انا كنت جايبته من اسبانيا الفستان، وبعدين يوم العرس لبسته ونزلت، صارت تبكي وتخبت بالحمام، ما بدها تشوف حدا، ما بدها حدا يشوفها عم تبكي، وتغمرني وتبوسني تقبرني شو كانت مبسوطة، وغنت لي أحلى الأغاني، وضلت شي مثلا ساعتين تغني اسم الله ومبسوطة. كان يوم كتير 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 حلو بوجود عائلتي كلها وبوجود صبوحة كمان وكل أهل أحمد، وكان يوم كتير حلو بكفي إنه أمي وخالتي سعاد والصبوحة كانوا موجودين، وحماية وحماتي وخيو لأحمد وأخته اللي توفوا الله يرحمه. بعد هيك رحنا عشنا بإسبانيا، وضلينا على اتصال طبعا مع تونتي، أنا بقول لها تونتي، نحن بنقول لما نقول تونتي يعني الصبوحة. فضلينا على اتصال مع الصبوحة، وبعدين بعد سنين بقى كانت أمي الله يرحمها توفت وهيك، حبينا نرجع على مصر. وأنا كنت بإسبانيا كتير يعني مثلاً بالجاليات العربية لما يعملوا عرس روح أغني، دايماً يطلبوا مني أغاني للصبوحة وغني لهم، يكون في حفلة بالسفارة روح أغني، بس ما إجا ببالي إنه يعني فوت بمجال الفن، غير لما جيت على مصر كان في تكريم للصبوحة بإسكندرية، فقالوا لي الأستاذ وجدي الحكيم الله يرحمه، قال لي صبوحة تعبانة ما كانت قادرة تجي حرام، فقال لي سوري، فقال لي الأستاذ وجدي بتحب تروح تستلمي أنت التكريم بديله؟ قلت له إيه طبعاً، سألت الصبوحة قالت لي إيه أكيد وكذا، فقلت له قال لي بتحب تغني بتعرف تغني؟ قلت له إيه، اللي بتحب تغني لشي؟ قلت له إيه، شو أي غني؟ قلت له سلمولي على مصر، وقد كان غنيت سلمولي على مصر، والناس انبسطوا كتير، وحتى صاروا يحكوا الصبوحة قالت لنا قالوا لها بكتنا ورجعتنا لأيام الحلوة تبعيتي وهيك. طبعاً فارق، أنا دايما بقول على حالي نغم بموال الصبوحة شو جيب لجيب، بس انه يعني الغنية فكرتهم فيها. سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة، سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. بس فبلشوا من هون الأستاذ وجدي الحكيم اللي طب ليه ما بتغني يعني ما بتعملي ألبومات وبتغني وأغاني وهيك. فكان المايسترو ميشيل المصري هو مربيني بيعرفني من قبل ما بلش أمشي، هو اللي عامل موسيقى ليالي الحلمية وعامل كذا شيء، يعني كان هو أساساً من العازف كمان بجنن، قائد فرقة بتجنن، وكان مع ست أم كلثوم والأستاذ عبد الوهاب والصبوحة و وردة مع حفظ الألقاب للكل والأستاذ عبد الحليم وكل هودي. فكان دايما ينصحني عملي كذا عملي كذا، فعملنا أغاني مع الأستاذ حلمي باكر والأستاذ إيهاب عبد السلام،
بس حسيت اولا انه انا بلشت مؤخر، حتى الصبوحة قالت لي لك ليش بلشتي مؤخر وليش بعد ما انا ظهرت من الفن، ليه ما قلتي لي من زمان كنت عملت فيديو كليب معي، كان هيدا ساعدك على الوصول اسرع وهيك. فما صار نصيب، يعني انا انسحبت بهدوء، حسيت اني جايه او بتوقيت غلط او انا كبرت او ما بعرف. يعني بمصر عطوني كتير فرص، بلبنان ما عطوني ولا فرصه بصراحه. بمصر كنت غني وهيك، وبعدين انا حبيت انسحب، لقيت انه في اشياء يعني عم بتصير وهيك مش جوي، فحسيت انه ما يعني انه يعني ما رح اقدر اعمل فيديو كليبات مثل ما الناس بدها هلا، مش جوعي ولا نوعي ولا بيلبق لي ولا شكلي يصلح لهيك يعني. بس فالمهم تركت، حلم من احلامي كان. انا اوريدي امي كانت تغني زمان وهي صغيره، ضلت تغني، كانوا الرحبانيه عملوا لها اغاني كثير حلوه، بس ما كملت، تركت كرمالي وتقعد معي وتقعد مع الصبوحه ترافقها بسفراتها. فما صار نصيب، كان حلم امي انه انا اوصل لهالشيء، وصلت على قد حلمي انا مبسوطه فيه. ما بعرف اذا زهقتكم بقصصي ولا كيف، بس حبيت لكم انه انا سبوحه كثير كانت مهمه بالنسبه لي. انا كنت لما اشوف على التلفزيون انا صغيره اركض على التلفزيون بوسه، حبه حبه بحبه، انا بالنسبه لي مثل امي الثانيه، عاملتنا احسن معامله، هي كريمه وقلبها ابيض وحلوه شكلا موضوعا، بتحب التسامح، انيقه باخلاقها بكل شيء، متواضعه. ما بعرف يعني من هلا لسنه الجاي في يقول صفات فيها. طبعا انا لما الصبوحه بلشت تتعب حبت تجي على مصر، قلت لها هي اهلا وسهلا. فالمهم اخذنا بيت، هي كانت جاي لانه مع ناس كثير، والممرضه وبنت خالتي، بنتها اجت مع اولادها وجوزها، فما كان يعني ولا مش رح يرتاحوا عنا بالبيت، يعني بيتنا مش هالقد كبير. فالمهم أجروا بيت فوقنا، يعني فوقنا دغري، وقعدوا تقريبا شي شهر ونص. شو انبسطت السبوحة، مثل كأنه رحلتها هيدي كانت جاية تتودع مصر، العالم وحيت الله كنا نظهر مع فنانين ومع هيك، العالم كله نسلموا على الفنانين كلهم، بس سبوحة إلها طلة وإلها نور خاص فيها. يعني اجت مثل كأنه تتودع، والعالم يبصوا فيها، واللي بيبيع كلينكس بالطرقات يوقفونا وهيك، وكل يوم تظهر بمطرة. بس فالمهم لما تعبت اكثر وهيك، انا صرت اروح على لبنان كثير انا وجوزي نشوفها وهيك، وروح اقعد 4 5 ايام واجي. وبس فيوم اللي صار الموضوع وحكيوني عم بيعزوني الساعه 7 الصبح، قلت لهم يا عمي هي اشاعه، لانه كنا هلكنا اشاعات كل شوي السبوحه السبوحه. فقلت لهم هيدا اشاعه، ما حدا يصدق شيء وكذا. فقاموا قالوا لي لا هيدي القصة حقيقية، وعائلتكم هلأ اللي ثبتت الموضوع. ياي اللي صار فيي، صرت صرخ مثل الختان، يعني مثل كأنه بعد ما أمي راحت الدنيا كانت صارت أسود وأبيض، صبوحة كانت الأبيض، راح الأبيض. أنا من وقت ما راحت مش قادرة أنزل على بيروت لهلأ، عندي غصة هيك غريبة ما عم بتروح مني. يعني إن شاء الله الله يريح قلبي، ما بعرف، ويريح قلب كل الناس اللي فقدوا شخص عزيز على قلبه. انا في حبيبي اموت، انا اموت انا في حبيبي اموت، انا بلهيبي هي عذابي، وحبيبي وحبيبي مداريبي ولا شان. Thank you.
قبلك عيني ليه بتهرب من عيني ومبتنى بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مداريم وعلشان أموت أنا حبيبك يا حبيبي ولا خايف حب ياخدك بحر تغرق فيه لوحدك لا ده انا معاك يا حبيبي ولا قولك طب وحبك غصب عنك راح صار بهوايدك اليوم سبوحة مش كتير لانه سبوحة اساسا مهاجرة امريكا صار له فوق 50 سنة يعني أنا مش كتير بعرفه غير وأنا وصغيرة مثلاً شيء كنت شوفه أنا وصغيرة وبعدين شفته للأسف بالعزاء بس هوايدا علاقة سنين يعني كان دايماً نقعد مع بعض لما أهلنا يسافروا ونروح مع بعض وكان عنده استعراض روح معه وأنا على اتصال يومي بهوايدا يومي مش يعني كل جمعة يومي نشكر الله بالعكس ونحب بعضنا كثير نحن مربيين مع بعض انا هوايدا مثل اختي وبس بنحب بعض كثير بالعكس نحن معروفين انه نحن عائله كثير بتحب بعضها انا لو في شيء بيني وبين هوايدا كنت قلت من نوع انا كثير صريحه بالعكس نحن بنحب بعض قد الدنيا الله يخلي لنا اياها شافه من السبوحه معنا هي بامريكا وخيا بامريكا حبيبة أمها إخواتي بحبها حبيبة أمها إخواتي بحبها يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي بحبها يا حبيبة أمها إخواتي بحبها يا حبيبة أمها عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم أيام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جاية
عشان بحشتهم عايزك تبقى الشابة وعنيا يخدمهم عايزك تبقى الشابة وعنيا يخدمهم ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها حبيبتي بخف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا في البلد حبيبتي بخف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا اليوم بكيت بابني بدل اليوم سنة اليوم بكيت بابني بدل اليوم سنة وإن قلت أه عليا بتقول إن شاء الله أنا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها لا انا ما شفت انه بمصر مثلا نسيوا ولا الصبوحة ما تكرمت كفاية طبعا ما تكرمت أصلا اللي كرموها ناس عاديين مش جهات يعني كنت بتمنى أنه مثلا وزارة الثقافة ولا شيء يكرموها بتستاهل وشي مهرجان يكون أخذ اسمها فلا يعني بمصر بلبنان بصراحة كرموها كتير وبكفي يوم يوم رحيلها قديش قاموا بالواجب لازم أشكر من هون كل لبنان كله شعبان سياسيين جيش كلهم اللي طلعوا الجيش طلع عن البروتوكول وعزف موسيقاتها وموسيقات أغانيها كان يوم بصراحة ما بحياتي شفت الناس رح تكب حالة من البلكيين كله لابس أسود كل ما نمرق ويوقفونا ويسلموا علينا ويمسكوا التابوت يوم يعني اللي صار ما صار لحدا وإذا صار رح تكون هي أول وحدة لا بمصر ما اهتموا ابدا وهيدا عندي عتب من حبي بمصر ومن حب السبوحه وعشقها لمصر كنت بتمنى يعملوا غير اشياء بالنسبه لرحيله هي محطوطه بقبر زغطور حد اخواتها وحد بيها كثير متواضعه وبعدين انت اكيد شفت بالسوشيال ميديا العالم اللي عم بزوروها وهيك كله كذب القبر اللي انحط للاسف هيدا لست إنجليزية وعملوا لها الصبوحة على شرب ما شربوا هي بحياتها ولا شربت سيجارة ولا شربت شرب أصلاً عفشة أساساً هي كانت قاعدة بأوتيل شو بدها تجيب تاخد عفش الأوتيل يعني شيء والله العظيم عالم مريضة محتاجين علاج أنا بقول الله يسعدهم يبعدهم ويشفيهم حرام هيك نفسية مريضة يعني حتى حرام الواحد يحكي فيها وهي نشكر الله كانت مستورة لآخر لحظة وبالعكس كانت عم بتساعد لآخر لحظة كل اللي حواليها نشكر الله على كل شيء والله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها وبدي أقول لأن كل الناس اللي كانوا كل شيء عم بتطلع أشياء عنها توفيت طب هي توفيت ارتحتوا شو كانت أختي من دربهم مثلا يعني كانوا مستخسرين فيني في أنا مثلا أنه يخلوا لي شقفة من ريحة الصبوحة شو بعرفني يعني صبوحة لأن تعني لي مثل شجرة العائلة لما راحت الصبوحة خلاص ما بقى فيه أنا خليتي توفوا وخالي عطوان توفى وجدي وستي يعني ما عندنا غير خالي روجي اللي هو مش شقيقهم بس الله يخلينا يا رب فكانوا مستخسرين فيه شقفة من أمي عايشة معنا ما بعرف وشو استفادوا يعني ما عنده ناس كبيرة يزعلوا عليها ما بيفكروا إذا هيدا الحكي صار عنهم هني شو بيصير تفضل انك تحط اغاني السبوحة معجبين يستمتعوا بصوتها هي بوقت تاني ببقى بغني لكم انا على اساس جانو مرسي حبيبي كلك زوج عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة بينا نبيعك بوش الدود تضيعنا تضيعنا القلب في بيروت جينا نبيعك بوش الدود
نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا لمين بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيع هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيع جينا نبيعك بوشت وضيعنا أضيعنا القلب ببيروت جينا نبيعك بوشت وضيعنا أضيعنا القلب ببيروت جينا نبيعك بوشت وضيعنا أضيعنا القلب ببيروت يا شمال في الشباب الضيعة يا أما الضيعة مع السبوحة شفت عز كتير وأمرا ووزراء ورؤساء جمهورية بلبنان وخارج لبنان وأوروبا وين ما كان يعني فرجتنا عز وعشنا حياة فيها كتير عز وإشياء حلوة لو ليها ما كنا شفناها أكيد فالله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها أنا كل يوم وكل ساعة بترحم عليها اشتقت لها كتير ويا ريت في اعطي كل اللي باقي من عمري تقدر شوفها هي وامي اغمرهم هالغمره وروح معهم ميرسي كتير واذا ازعجتكم سوري واذا بسطتكم بكون ممنونه وميرسي للاستاذ يحيى جان انه اعطاني هالفرصه انه انا اقدر احكي شوي عن السبوحه هذا شيء بسيط 1% من اللي هي عملت لنا اياه السبوحه هي اللي خلتنا صرنا بني ادمين ايه انا بعد هيك اعتمدت على حالي بس هي اللي وقفتنا على اجرينا يعني هي كانت بمثابة الأب إلنا كلنا الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها على قد ما أسعدتنا نحن كعائلة وعلى قد ما أسعدت جمهورها يا رب الله يرحمها ميرسي كتير يحيى ميرسي